أهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة من قناة الفلوجة. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ هذه النشرة بالعناوين. عبد المهدي وصفوة كابينته الاقتصادية في زيارة استثنائية إلى الكويت. الأمم المتحدة تنتقد تأخر تشكيل الحكومة وتحذر من فوضى السلاح. البنتاغون والخارجية والكونغرس يناقشون خيارات واشنطن لردع طهران. العراق حبل شد بين واشنطن وطهران وساحة مواتية لتسوية عسكرية. بدأ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أول زيارة إلى دولة الكويت في إطار تعزيز التعاون مع دول الجوار على مختلف الصعد. ورافق عبد المهدي كل من وزراء النفط والنقل والمالية والتجارة والخارجية، إضافة إلى رئيس هيئة المنافذ الحدودية، حيث سيبحثون ملفات عديدة متعلقة بتعزيز اقتصاد البلدين وتطوير الحركة التجارية بينهما. وتهدف الزيارة إلى استكمال زيارته لدول الجوار العراقي والتنسيق المشترك، خصوصا بعد انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في الكويت في 12 من آيار الجاري برئاسة وزيري خارجية البلدين. عبد المهدي أكد أنه سيبحث في الكويت عن سبل للتهدئة والوصول إلى رؤية مشتركة لحل المشاكل العالقة في المنطقة وإنهاء التوتر فيها. الطرفان يريدان التهدئة، يريدان أن يلعبا دور إقليمي إيجابي، وكل طرف له ثقله، له ثقله المباشر مع الأطراف المختلفة. نأمل أن نبحث مع الإخوة الكويتيين في كيف ممكن للعراق والكويت أن يلعبا دور إيجابي في التهدئة. كل طرف يستخدم علاقاته، يستخدم تواصلاته مع الأطراف المختلفة لكي نصل إلى رؤية مشتركة، ندعم بعضنا البعض الآخر ونعزز موقف بعضنا البعض الآخر. أعلنت الأمم المتحدة تمديد مهام بعثتها لمساعدة العراق يونمي بعد إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخرت أمام مجلس الأمن الدولي. واعتمد مجلس الأمن بالإجماع قرار التمديد حتى منتصف العام المقبل، فيما أكد وبشدة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، وأكد أيضا دعمه في التصدي للتحديات التي يواجهها في سياق مواصلة جهود تحقيق الاستقرار في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع والنزاع. من جانبه أكد ممثل العراق لدى الأمم المتحدة محمد بحر العلوم أن بغداد ستمضي قدما في معالجة المشاكل والانفتاح على دول الجوار. على الرغم من عدم اكتمال تشكيل الكابينة الوزارية، إلا أن حكومة بلادي التي تشكلت على أساس استقلالية وكفاءة أعضائها بدت قادرة على تنفيذ برنامجها الحكومي، إذ تم تحقيق ومتابعة الكثير من الملفات على الأصعدة الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان والانفتاح على دول الجوار وكذلك الدول الإقليمية ومنها ما يلي. وفي إحاطتها عن الوضع في العراق قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخرت إن الصراع السياسي يمثل عقبة مكلفة في طريق تحقيق الاستقرار وإعادة البناء، فيما أدانت بلاسخرت بشدة استشراء الفساد بين المسؤولين.
التحديات التي تواجه العراق تحديات متشعبة، فالصراع السياسي الداخلي الجاري حالياً يمثل عقبة مكلفة، إذ بعد مرور عام كامل عن الانتخابات ما زال ينقص الحكومة تسمية وزراء لحقائب مهمة كالدفاع والداخلية والعدل والتربية، ولم تبدي الأحزاب السياسية حتى الآن أنها مستعدة لتقديم تنازلات. أما الفساد فهو يستهلك الأموال التي ينبغي أن تصرف على الخدمات العامة ويذهب بتلك الأموال إلى جيوب خاصة. الفساد لا يشكك في مصداقية العراق فحسب، بل في مقومات استمراره واستجابته وفعاليته كذلك. وفي هذا الصدد حذرت بلاس خارت من تأثير الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة على الاقتصاد والأمن في العراق، فيما دعت إلى مراقبة دقيقة للوضع الأمني لضمان أن لا ينزلق العراق مرة أخرى إلى ماضيه العنيف. الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة في العراق تدير أنشطة غير قانونية وإجرامية وتمارس تأثيرا اقتصاديا واجتماعيا سلبيا في كل البلاد، وهي تقوض سلطة الدولة وتؤثر على المجتمعات المستضعفة وتضعف الاقتصاد الوطني وتمنع عودة النازحين. الوضع الأمني في العراق سيظل في حاجة إلى مراقبة دقيقة، فتهديد داعش لا يزال قائما. أدركوا أهمية استمرار الدعم الدولي واسع النطاق. هذا الدعم يضمن أن يترك العراق ماضيه العنيف وألا ينزلق إليه مرة أخرى. جددت الإدارة الأمريكية تأكيدها أنها لا تسعى لإشعال حرب مع إيران، لكنها تسعى لردع النظام الإيراني عن استمرار تهديده لأمن واستقرار المنطقة. وعقب اجتماع جمعه بالبنتاغون وعطاء من الكونغرس، قال وزير الدفاع الأمريكي وكالة باتريك شانهان إن بلاده لا تريد حربا مع إيران، لكنها تريد إيقاف نشاطاتها المزعزعة للأمن. فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بوميو أن 40 عاما من النشاط الإرهابي لإيران يجب أن تنتهي. هدفنا ردع إيران وليس خوض حرب ضدها. نحن لسنا على وشك الذهاب للحرب. قمنا بدرء هجمات ضد القوات الأمريكية بفضل التحركات العسكرية الأمريكية القوية في الأسابيع الأخيرة، والتي شملت نشر حاملة طائرات في مياه الخليج. تركيزنا الكبير ينصب في هذه المرحلة على منع إيران من ارتكاب أي خطأ في التقدير. لا نريد تصعيدا في الموقف. شاركنا مع كل من مجلسي النواب والشيوخ حملتنا الاستراتيجية والجهود المبذولة للرد على النشاط الإيراني الخبيث. 40 عاما من النشاط الإرهابي، لذلك تحدثنا إليهم حول ذلك. جهودنا وهدفنا النهائي على مدار الأيام الماضية هو ردع إيران. إلى ذلك، أكد مجلس الشيوخ الأمريكي أن هدف إدارة واشنطن من تعزيز وجودها العسكري في الخليج العربي هو لردع إيران وليس لخوض الحرب ضدها، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة جاءت لضمان عدم شن هجمات ضد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. أعتقد أن الحرب مع إيران ستكون كارثة مطلقة، أسوأ بكثير من الحرب مع العراق. أنا قلق للغاية من أنه عن قصد أو عن غير قصد يمكننا أن نخلق وضعا ستندلع فيه حرب. أمل أن يتفق الديمقراطيون مع الجمهوريون بأننا مدينون لهؤلاء في المسرح الذين يقومون بعملنا كدولة، للتأكد من أنه لا يمكن لأحد مهاجمتهم دون التفكير مرتين في الأمر، والردع هو الأفضل من خلال دفع الأصول العسكرية إلى الأمام لجعلها حقيقة لإيران. نحن نبذل قصارى جهدنا لإبلاغ إيران بأن العمل ضد الأمريكيين والمصالح الأمريكية في العراق أو في أي مكان آخر في الشرق الأوسط سيقابل برد سريع وسريع للغاية. في طهران قالت الرئاسة الإيرانية إنها لن تخوض أي مفاوضات مع الإدارة الأمريكية في الوقت الراهن. مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود وعظي قال إن مبادرة العراق للوساطة بين إيران وأمريكا لا تعني بالضرورة قبولنا بالتفاوض.
مبادرة بعض الدول للتوسط بين طهران وواشنطن لا تعني قبولنا بالتفاوض. لا تفاوض مع واشنطن في ظل الضغوط وانتهاك التزاماتها في الاتفاق النووي، لأن التفاوض مع الولايات المتحدة في الوضع الحالي أمر غير منطقي. في بغداد بحث مجلس الأمن الوطني الأوضاع الإقليمية والدولية المتوترة ودور العراق لدرء مخاطر التهديد أو مواجهة الاحتمالات التي من الممكن أن يتعرض لها. الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ناقش التوتر بين واشنطن وطهران وسبل إخراج العراق من صراع المحاور، وشدد المجلس على ضرورة نزع فتيل الأزمة بين الأطراف المتنازعة وإبعاد العراق عنها. يجد العراق نفسه مجددا محور شد حبل بين واشنطن وطهران اللتين صعدتا خطاباتهما بشكل غير مسبوق في مؤشر قد يدفع تجاه إشعال فتيل المواجهة. التفاصيل في سياق هذا التقرير. العراق حبل شد بين واشنطن وطهران، فهنالك من يريد أن تقاتل إيران بغير سلاحها وجنودها، وهناك من يسعى لجرهما للمواجهة على الأراضي العراقية. العراق يعني ليس مخير، هو في نصف العاصفة، في نصف الأزمة، يعني ليس مخير النفس هو أن لا ينحاز إلى محور ضد محور، أن لا يكون داعية لحرب من طرف على طرف آخر، أن لا تكون أرض العراق أرض لعدوان من طرف على طرف آخر، هكذا. خطابات تحريضية تطفو على الساحة العراقية في الأسابيع الماضية تصب بشكل رئيسي في مصلحة دول إقليمية وتفريح أخرى، وقد يشكل العراق فيها ساحة مواتية لتسوية عسكرية طاحنة أو مواجهة شاملة لا رابح فيها. فضمن هذه المعادلات أنا أعتقد يرسم الموقف العراقي. من المطاف الأخير نعتقد أن المصلحة الوطنية العراقية هي الحاكمة وتقرر موقفها إزاء مختلف الطروحات السياسية اللي تجي من الخارج. حرب بالوكالة على أرض العراق الذي يدفع ضريبة تجاذبات واشنطن وطهران، أو قد يكون جسرا لنزع فتيل أي حرب محتملة، لكن الثابت هو المشاركة فيها بكل أشكالها، سواء كانت حربا مفتوحة أو رسائل يمكن إرسالها عبر الساحة العراقية. أعلنت وزارة النفط أن وفدا من شركة إكسون موبيل الأمريكية سيصل إلى بغداد الأسبوع الجاري، وذلك لبحث عودة موظفيها إلى العمل في حقل القرن النفطي في البصرة. وقال وزير النفط ثامر الغضبان إن موظفي شركة نفط البصرة قادرون على إنتاج النفط والغاز من حقل غرب القرنة، ولن يكون هناك أي تأثير سلبي على انسحاب موظفي إكسون موبيل على استمرار المشاريع في الحقل النفطي. وأضاف الغضبان أن العراق طمأن الشركات الأجنبية بأن جميع المواقع النفطية في البلاد آمنة، مؤكدا أن المنشآت في عموم البلاد تخضع لحماية قوات الأمن. طلب النائب حازم الخالدي الحكومة الاتحادية بإلزام إقليم كردستان العراق تسليم عائداته النفطية وواردات المنافذ الحدودية لشمالي البلاد، كما شكك بالأرقام التي أعلنها الإقليم بشأن حجم صادراته النفطية والتي قال إنها تبلغ 250 ألف برميل يوميا فقط. نطالب السيد رئيس الوزراء ووزير المالية الاتحادي وحكومة الإقليم بالتزام نصوص الدستور ومعايير العدالة الاجتماعية التي حددت طريقة توزيع الواردات المالية العائدة من الثروات الطبيعية على العراقيين بالتساوي ووفق النسبة السكانية. وقد ألزمت موازنة عام 2019 حكومة الإقليم بتسليم 250 ألف برميل يوميا إلى شركة التسويق الوطني سومو، على الرغم من عدم واقعية هذه التقديرات، لأن المنتج من النفط في الإقليم لا يقل عن 600 ألف برميل يوميا، مما يعني أن نفس اتفاق الموازنة المذكور والذي اعترضنا عليه أثناء مناقشة الموازنة والتصويت عليها يعطي الشرعية ويمنح الغطاء القانوني للهدر والتفريط بالأموال العامة المشتركة ملكيتها بين جميع العراقيين.
ناهيك عن امتناع الإقليم من تسليم إيرادات الاتحادية الأخرى للمنافذ الحدودية، بل يمنع الجهات الرقابية الاتحادية من الاطلاع عليها. أكد عدد من النواب أن الشركات الأجنبية النفطية العاملة في البلاد تتهرب من دفع ملايين الدولارات المفروض عليها ضمن عقود جولات التراخيص، مشيرين إلى عدم قناعتهم بإجابات وزارة النفط حول هذه القضية. المستحقات على الشركات النفطية وحسب عقود جولات التراخيص التي ألزمت الشركات بصرف مبلغ 5 مليون دولار سنوياً تصرف كمنافع اجتماعية، و5 مليون دولار سنوياً أيضاً تصرف لأغراض التدريب. نوقش هذا الملف، وحقيقة كانت إجابات الوزارة غير مقنعة بأن أغلب الشركات النفطية غير ملتزمة بصرف هذا المبلغ. هذا المبلغ انصرف يعود بالفائدة على المواطن العراقي وعلى المحافظات المنتجة للنفط، لكن نلاحظ إهمال وتقصير في هذا الملف، رغم أن ما خصص بالوزارة لهذه الشركات النفطية هو 12.5 تريليون كمخصصات للشركات النفطية. طالب نواب البصرة الحكومة الاتحادية بتوفير الأدوية المنقذة للحياة والأدوية السرطانية في مستشفيات البصرة، كما وطلب النائب عبد عون العبادي الحكومة بإلزام الشركات الأجنبية العاملة في المحافظة بدفع تكاليف علاج المصابين بالأمراض السرطانية، وذلك لمسؤوليتها عن تفاقم التلوث بالمحافظة. على وزارة الصحة أن توفر ما تحتاجه مستشفيات البصرة، وخصوصا الأدوية المنقذة للحياة والأدوية السرطانية، وبصورة سريعة، وأن تتخطى الروتين الإداري القاتل في عمليات الشراء والاستيراد. ثانيا، على الحكومة المحلية متابعة هذه الأمور والتدخل الفوري والعاجل لتوفيرها. ثالثا، على رئاسة الوزراء أن تطلب من الشركات النفطية العاملة في البصرة خصوصا والعراق عموما أن تتكفل بعلاج وأدوية المصابين بالسرطان، لأن هذه الشركات أصبحت هي المسبب الرئيسي للتلوث البيئي في البصرة. أكد رئيس لجنة التعويضات في محافظة نينوى محمود إبراهيم أن سبب التأخير في صرف تلك التعويضات للمواطنين يعود إلى اللجنة المركزية، وفيما أوضح أن لجنته أرسلت آلاف المعاملات إلى بغداد، قال إن حجم التعويض لا يتناسب مع الأضرار والدمار في الموصل. تم إرسال 12,000 معاملة خاصة بالعقارات وممتلكات اللجنة المركزية التي تتبع الأمان العام لمجلس الوزراء، وإضافة إلى 3,500 معاملة خاصة بالعجلات والآليات إلى اللجنة المركزية التي تتبع الأمان العام لمجلس الوزراء. أما فيما يخص موضوع الشهداء والمصابين، تم إرسال 2,600 معاملة خاصة بالشهداء إلى مؤسسة الشهداء نينوى، و1,700 معاملة خاصة بالمصابين إلى مؤسسة الشهداء لغرض صرف المبالغ المستحقية. صراحة التأخير اللي موجود بعملية صرف المبالغ المستحقين الخاصة خاصة بالعقارات والممتلكات، الأمر يرجع إلى اللجنة المركزية اللي تتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بغداد. المستلمة صراحة جدا قليلة بالنسبة لنينوى، يعني المرسل آلاف المعاملات، لكن التي تصادق وترسل إلى نينوى لغرض الصرف قد تكون 100 معاملة، وقد تكون وجبات إلى 40 معاملة، وقد تكون وجبات 50 معاملة، لا تفي بحجم الضرر اللي موجود في نينوى. صراحة هناك عدة مخاطبات إلى اللجنة المركزية وإلى نواب محافظة نينوى وإلى مسؤولين محافظة نينوى وإلى محافظة نينوى ومجلس محافظة نينوى، وبانتظار إن شاء الله الموافقات الرسمية لغرض صرف المبالغ المستحقة. أكثر من سنتين على إكمال معاملات التعويض الخاصة بأهل الموصل، لكنها لا تزال مركونة على رفوف لجنة التعويضات المركزية في بغداد. محمد السالم والقصة الكاملة. نحو مليون متضرر من داعش والحرب في ثاني أكبر محافظات العراق، مرت نحو عامين على إكمال معاملات التعويض الخاصة بهم، ولا زالوا بانتظار إطلاق الأموال. آلاف المعاملات المهملة والمركونة على رفوف لجنة التعويضات المركزية في بغداد تكشف حجم الإهمال الحكومي للمنكوبين والمتضررين في نينوى. المعاملات السابقة نراجع بها حتى يمشون أضرار أولادنا، قتلوا وراحوا من قبل الدواعش،
والمعاملة القديمة يقولون انتظروا لما ما يجينا أمر من بغداد. نروح نراجع لحد الآن لا جاء أمر ولا كشي. ناس فقراء فقدوا أموالهم، فقدوا أولادهم أطفالهم عوائلهم، يريدون حقوقهم المشروع. آلاف العوائل التي فقدت رجالا وأبناء ونساء وأطفال وممتلكات تعيش أوضاعا مأساوية دون مستوى خط الفقر بعد أن خطفت الحرب منهم كل ما يملكون. يواظبون على مراجعة دائرة التعويضات في نينوى بحثا عن أي أمل يشير إلى إطلاق أموالهم التعويضية ليتمكنوا من تحسين مستواهم المعيشي. هذه الإصابة 2000 دحك هنا 2011، وتاريخ الانفجار لين بيتي صار ب 2009. يقول جت الصكوك مالكم ما نعرف وين. راجعنا هنا أشو أخذوا الاسم مالنا وإلى حد الآن ما جاء. يقولون موجودة ببغداد على أساس ما نعرف. عيوننا على الحكومة إنه بعين العطف على هالموصل هذه المساكين هاي العالم، يعني حتى لو اللي واقع بيته يسوي له غرفة غرفتين. خيبة أمل كبيرة أصابت أهالي الموصل بسبب تأخر صرف مبالغ التعويضات، وأصابع اللومة تتجه نحو نواب انتخبوا لمساعدة أهالي المدينة المنكوبة وتنصلوا عن وعودهم وعهودهم. تتعاقب الأعوام واحدا تلو الآخر والمعاناة مستمرة، حقوق مجهولة أجبرت آلاف المتضررين على العيش في خيام وكرفانات ودور مهدمة بانتظار تعويضات مجهولة المصير. من الموصل محمد سالم، قناة الفلوجة. بالعودة إلى موضوع تمديد بعثة الأمم المتحدة لعملها في العراق، ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد السيد مفيد السعيدي، الكاتب والباحث والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد مفيد. يبدو أن الأمم المتحدة إلى الآن غير مقتنعة بأن العراق قادر على إدارة أزماته لوحده، لذلك مددت البعثة عملها في العراق. كيف تنظرون لذلك؟ نعم، تحية طيبة لكم جميع مشاهديكم الكرام. طبعا ما يخص النظرة المشؤوبة والسوداوية تجاه واقع العراق هو نتيجة الانعكاس للإعلام العراقي والإعلام السياسي والتجاذبات السياسية الذي ربما شوهت من منظر العملية السياسية ومن منظر واقع العراق كعراق اليوم يختلف عن العراق ما كان في السنوات السابقة. بالتأكيد تمدد بعثة الأمم المتحدة لما تراه من تجاذبات سياسية، من تناحرات حول عدم إكمال كابينة وزارية مهمة، من صراخ والشتم وعراج داخل قبة مجلس النواب من أجل رئاسة لجنة من لجان النيابية، من كثير من ملاحظات تشوب الساحة السياسية العراقية، وأضف إلى ذلك واقع الإعلام. أغلب من قنواتنا الفضائية وفي برامج السياسيين وحتى النواب ورؤساء الكتل السياسية قد صدرت مشهد سوداويا ومشهد مشؤوب بالمشاكل وعدم الاستقرار. لكن هذه البرامج تعكس واقع العراق الموجود سيد مفيد، يعني حتى لو تكلمنا عن الأمم المتحدة سيد الأمم المتحدة نعم. هل تسمعني سيد مفيد؟ نعم سامعك. يعني أنا أسأل إنه ما الربط بين الإعلام والأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة لا تعتمد على الإعلام ولا تعتمد على قنوات عراقية، الأمم المتحدة موجودة في العراق وتشخص بشكل مباشر الأحداث التي تحصل. سيد مفيد يبدو أننا نواجه مشكلة بالاتصال مع سيد مفيد، سنعود إليه لاحقا في حال تم إصلاح الخطأ. هذه نشرة مستمرة ونتابع فيها لكن بعد قليل. خسائر فادحة لمزارع ديالى، والسلطات المحلية تطالب بإجراءات فورية لتعويضهم. قدرت الحكومة المحلية في ديالى خسائر الفلاحين بسبب الحرائق التي التهمت محاصيلهم بأكثر من 700 دونم. عضو مجلس محافظة ديالى رعد المسعودي قال إن الرقم كبير جدا وبحاجة ماسة إلى تحرك حكومي من بغداد لتعويض المتضررين، خصوصا أن أغلبهم يعتمد على هذه المحاصيل الموسمية. وطالب المسعودي نواب المحافظة بضرورة الضغط على وزارة المالية والتخطيط والزراعة للتحرك الفوري من أجل تعويض تلك الخسائر.
اختلفت الآراء في ديالى حول حجم الخسائر جراء عملية حرق المحاصيل الزراعية، حيث بيّن مجلس ديالى أنها أكثر من 800 دنم، بينما الإدارة المحلية لم تحدد بعد واستبعدت هذه الأرقام. وطالب مجلس المحافظة بتحقيق فوري للوقوف على الأيادي التي تحاول تدمير الثروة الزراعية وأيضا تعويض المتضررين. اختلفت الآراء والتصريحات في ديالى حول حجم الخسائر من محصول الحنطة بعد عملية حرق الأراضي. مجلس ديالى بين وجود 800 دونم متضررين، ويفوق هذا الرقم ما أعلن من قبل الإدارة المحلية، مطالبينها بفتح تحقيق فوري وإعلان الجهة التي تقف وراء تدمير الثروة الزراعية. حرق مجموعة كبيرة من الدوانم من البساتين والأراضي الزراعية التي قدرت لحد الآن ب 840 دونم في عموم محافظة ديالى، وهذا رقم كبير قياسا للأرقام التي أعلنتها الإدارة المحلية في محافظة ديالى. وللأسف الشديد لم نلاحظ أي تجاوب من قبل الأجهزة الأمنية وقيادة عمليات ومديرية زراعة ديالى بتحديد أو بنشر تقرير مفصل ودقيق عن الأسباب الذي أدت إلى هذه الحرائق. فيما رأى مراقبون ضرورة إعلان الحجم الحقيقي للخسائر وتعويض أصحاب الأراضي، وأن ما يحصل من عملية ممنهجة لتدمير قوت الشعب العراقي وفتح الأبواب نحو المستورد الذي يغزو الأسواق منذ سنوات عدة. الأرقام متفاوتة، يعني مثلا مجلس المحافظة يقول لك تجاوزت 700 دونم المساحات اللي احترقت، الإدارة المحلية تقول ماكو إيش عدد، يعني ينطوها تقريبا 100 أو 100 دونم. فبصراحة احنا كمراقبين نرى أنه لابد أن تشكل لجان تحقيقية للنظر في هذا الموضوع، لأنه هذا يخص قوت أهل ديالى. يخيم الخوف على فلاحي المحافظة من حرق ما تبقى من حقول، مطالبين بتوفير حمايات عليها وآليات الحصد للحفاظ على أراضيهم وأملاكهم من عصابات تستهدف بعض المناطق وتحاول تدمير أهلها. في هاي الفترة الموسم هذا الحصاد نطلب من الدولة توفر لنا أول شيء الحمايات، اثنين الحاصدات، ثلاثة يعني إلى مدة منا إلى مدة 20 يوم. هسان عندي حقل هنا خير من الله، بعد ما واصل آني أكو حاصدات، يعني هسه شو أقول لك راح يصير إشكالات عليها، ونطلب من الدولة بس تدزلنا حاصد حتى لو اثنين. الإحصائيات غير الدقيقة والمتضاربة لحجم الخسائر في مزارع ديالى وحقولها يظهر إشكالية المتابعة التي تعاني منها المحافظة المنكوبة بالغرق والجفاف والحرائق. من داخل مجلس محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. استنكر نواب محافظة ديالى صمت الحكومتين الاتحادية والمحلية على الحرائق المفتعلة التي شهدتها المحافظة. وفي مؤتمر صحفي أكد النائب أحمد مظهر أن الحرائق أتلفت محاصيل أكثر من 120 دنما زراعيا في ديالى وألاف دنومات في محافظات أخرى، وذلك في ظل صمت مخجل للجهات المسؤولة. ديالى وحدها خسرت حاصل 1200 دونم لحد هذه اللحظة، ناهيك عن الآلاف الدوانم في باقي المحافظات الأخرى. وهنا أيضا لابد أن نتساءل عن حقيقة الصور المتداولة في صفحات التواصل الاجتماعي لصواعق مربوطة بهواتف النقالة تم العثور عليها في مناطق مختلفة من أماكن الحرائق، مما يؤكد بشكل قاطع أن هذه الأعمال ممنهجة ومدروسة وتقع ضمن مخطط كبير وخطير يستهدف الأمن الغذائي للبلد ويحاول ضرب الاقتصاد العراقي والقطاع الزراعي وعرقلة تحقيق الاكتفاء الغذائي من الحبوب وإلزام الجهات المعنية باستيراد الحبوب بما يتماشى مع مصالح بعض الجهات المستفيدة. عاد معنا السيد مفيد السعدي، الكاتب والمحلل السياسي من بغداد. سيد مفيد، كنت قد ذكرت أن من السلبيات التي اعتمدت عليها الأمم المتحدة هي متابعة الإعلام، ولأنه يناقش مواضيع ربما لا تحصل على الواقع، لكن السؤال هو هل الأمم المتحدة تتابع أوضاع العراق من خلال الشاشات العراقية، أم أن لديها فرقا في العراق تتابع ما يجري وتسجل ما يحدث؟ نعم سيد الفاضل، هي
ليس فقط متابعة الفضائيات والتقارير والإعلام وتدون وبنت على هذا الشيء، بالتأكيد لديها اللجان مجساتها في الساحة العراقية وقد بنيت، لكن أنا تصور على واقع الإعلام هو ما تنقلها من واقع سوداوي إلى وتصدر المشهد إلى الخارج. يعني هذا من ضمن الأمور التي شابت الواقع السياسي وجعلته مظهر مشوها لدى الصورة الخارجية، وعندما يأتون وفود من الخارج ويرون هذه الأجواء بغداد الاستقرار ويرون الاستقرار في الواقع العراقي الأمني والسياسي بصورة عامة على واقع الساحة يستغربون، يقولون كنا نتصور بغداد لا يتجول أحد فيها بعد آذان المغرب. هذه حقيقة اللي صدرتها القنوات الفضائية. إضافة إلى ذلك واقع اليوم اللجان الموجودة داخل الساحة العراقية أيضا ليس لجان ذات مستوى النزاهة ومستوى المصداقية في تقاريرها، هي تكليف بمكيالين، وإذا أرد على الواقع الأمم المتحدة وكل المنظمات العالمية بصورة عامة هي لديها خلفياتها من الولايات المتحدة الأمريكية وما لديها يعني تقول أن في الساحة العراقية وفي الساحات الأخرى، يعني تقول أن دوافع الأمم المتحدة هي دوافع يعني جاءت على خلفيات تدعمها الأمم المتحدة وغير الأمم المتحدة لأسباب لا تريد الإفصاح عنها، وليس لأن العراق ليس على ما يرام. بالتأكيد هذا هو الواقع اليوم الموجود يا سيد الفاضل. طيب. ولا اليوم لماذا هذا التمديد؟ لكن لاحظ هناك استقرار أمني لدرجة عالية من الاستقرار، استقرار مجتمعي على مستوى عالي، ربما الاستقرار السياسي هو استقرار نسبي رغم ما تشوبه ببعض المشاكل. يعني ربما الأمم المتحدة لا تتفق معك، ربما عذرا المقاطعة، لكن ربما الأمم المتحدة لا تتفق معك في موضوع مسألة الأمن. نعم. وهو ما شددت عليه، تقول أن جماعات مسلحة خارج عن القانون وخارج عن سيطرة الدولة العراقية هي التي تسيطر على الوضع ولا تستطيع الدولة العراقية أن تسيطر عليها، لذلك من إحدى الشروط التي جعلت الأمم المتحدة تمدد بعثتها يعني هذا الموضوع. يعني هل العراق قادر فعلا على يعني السيطرة على تلك الفصائل وإبعادها عن الساحة العراقية؟ يا أخي دعنا نسمي الأشياء بمسمياتها. أي يقصدون فصائل المسلحين دواعش اللي قضى عليهم، لكن هناك بعض الجيوب من هنا وهناك، وهذه الجيوب موجودة حتى في فرنسا وفي أغلب الدول وحتى في أمريكا أو تحدث في أكثر البلدان المستقرة. عن أي يتحدثون؟ عن فصائل الحشد الشعبي الذي منضوية تحت سلطة الدولة أم أبناء العشارة أم البيشمركة؟ لو يكون التقرير واضحا ومفصلا يكون أفضل ما تكون تحت هالة الفصائل المسلحة. الفصائل المسلحة اللي يسمونها هم اليوم أنقذوا العراق وأنقذوا المنطقة بصورة عامة من عصابات داعش الإجرامية. لا تركز فعلا على الحشد الشعبي سيد مفيد، يعني هي تقول فصائل مسلحة خارج عن إطار الدولة، يعني ليس بالضرورة أن تكون فصائل تابعة للحشد. يعني الكثير من المتابعين للوضع يقول أن هناك فصائل تتبع لإيران وتتبع لدول أخرى ربما تنفذ أجندات داخل العراق، والعراق نفسه يرفض هذه الأجندات بعيدا عن الحشد وبعيدا عن مسميات أخرى. لا سيد، هاي البروغندا الإعلامية التي تتخذونها بعض المنظمات وبعض الإعلام، هذا منظوم يعني نظرة خاطئة عن واقع الأمر العراقي. لا توجد هناك أي فصيل مسلح خارج إرادة الدولة، ولو كان هناك فصيل مسلح خارج إرادة الدولة لنرى يوميا عمليات اختطاف وقتل وسلب ونهب كما كان في السابق في أيام الاحتقان الطائفي. لا توجد. إحنا اليوم عايشين في الساحة العراقية، ربما الغير يسمع، قلت لك قبل قليل واقع إعلام طيب. يرى بعض النزاعات العشائرية وبعض الأمور المجاذبة، العصابات المنظمة تفعل أفعالها لكن تصدر إلى الخارج تحت يافطة الفصائل المسلحة واللي تابعة على إيران وتابعة على السعودية وإلى تركيا. هذا المفهوم خاطئ، يجب اليوم على الخطاب العراقي على الحكومة العراقية ووزارة الاتصالات وكل الجهات المعنية في واقع الإعلام أن مراقبة الخطاب الإعلامي لجميع القنوات الفضائية وجميع المحللين والإعلاميين حتى يبينوا واقع العراق الحقيقي، لأن اليوم استندت على بعض النزاع العشائر في البصرة وما حدث في كربلاء وبعض ما حدث في أغلب المناطق العراقية، نزاع عشائر اعتيادي في ظل مجتمع عشائر في المجتمع العراقي صدر على مستوى بين إرهاب وبين فصائل وتابع لإيران وهذه البروغندا الكاذبة. طيب. الذي شوهت الساحة العراقية. طيب. يعني موضوع نعم. العشائر ليس موضوعا يعني بسيطا، موضوع العشائر إلى الآن الدولة غير قادرة على السيطرة عليه، يذهب به عشرات من الأبرياء قتلى لهذا النزاع، وإلى الآن الدولة لا تستطيع السيطرة عليه. ألا أليس من حق
الدول أن تخشى على من يأتي إلى العراق بسبب تلك النزاعات، حتى بعد أن صدر مجلس القضاء الأعلى بأن كل من يقوم بالدقة العشائرية سيعتبر ضمن 4 إرهاب، إلى الآن لا أحد يستجيب. سيد الفاضل، دعنا نأخذ بالأوراق. المسألة العشائرية هذه مهمة الدولة، يعني اليوم لو كانت الدولة عازمة على انتهاء الملف لا توجد لجنة عشائر في كل مجلس محافظة، ولا توجد هيئة عشائر أو مديرية العشائر في وزارة الداخلية، ولا يوجد لدينا اعتماد الكل على الواقع العشائر، ولا يلتقي رئيس مجلس النواب وبعض الشخصيات السياسية في العشائر، ولا تتدخل العشائر بالواقع العمل النيابي والسياسي. أصبحت المسألة المؤسسة العشائرية مرتبطة ارتباط الداخلي بالواقع السياسي وباستطاعتها أن تخل بالأمن السياسي في هذا الجانب. هنا اللي تحتاج مسألة الواقع تحتاج إلى عملية تنظيم ولا عملية ترتيب أساسيات كل مؤسسة مجتمعية في هذا الجانب، لكن أن تصدر بالشيء الآخر هذا الشيء اللي إحنا اليوم ما وقفت العشائر يوم في وسط شارع بغداد وقطعت الطريق أمام المارة، ولا لاحظنا جهة عشائرية قد ضربت مكونا آخر أو افتعلت أمرا أو حرقت مؤسسة الدولة. هذه النزاعات تحدث بين حين والآخر وهي مسيطرة عليها تحت ظل الدولة، لكن تحتاج إلى بعض القرارات وبعض الترتيبات المجتمعية. هذا الفرق بين موضوع واقع العشائر وواقع الإرهاب، الذي لو نفترض جدلا أن واقع العشائر جزء مهم من عمليات إخلال الأمن ومن الأجزاء الرئيسية التي عطلت عليها بعثة الأمم المتحدة، لماذا لا يوجد تدخل واضح وصريح في عملية الاعتقال الموجود في مدينة البصرة الذي حصل مؤخرا وبعض المناطق العراق؟ هي بعيدة كل بعد، تنأى بنفسها عن كل اعتقال عشائر وكل صراع عشائر أو مجتمع في هذا المرحلة، إلا ذهبت إلى واقع اليوم اللي هي الكلمة الأكثر أو الضربة الأكثر لصاحبة الضوء تسليط الضوء الإعلامي، هو واقع الإعلام وواقع الإرهاب في هذا الجانب. شكرا لمشاركتك معنا الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد. الأخبار مستمرة. على الرغم من نقص وقود الحصادات، إلا أن اشتعال الحرائق في بعض المحافظات دفع بمزارعي الفلوجة إلى الحصاد المبكر لمحصول الحنطة، داعين الجهات المعنية إلى التخفيف من معاناة تسليم الحنطة، فضلا عن طمأنة المزارعين باستلام مبالغ المحصول، لأن كافة الأعمال الزراعية للحنطة هي بالأجل. بعد أن نضجت الحنطة وامتلأت السنابل، بدأت الحاصدات الزراعية في منطقة النعيمية جنوب الفلوجة بالحصاد، فيما ذكرت دائرة الزراعة أن 15,000 دونم وهي ضعف الخطة المرسومة تمت زراعتها بالحنطة بسبب وفرة الأمطار. التسويق يتم عن طريق سايلو الرمادي التابع لوزارة التجارة للمناطق القريبة النعيمية والأزرقية والمناطق والحصي والنساف، وسبعة العامري وثلاثة الدفار اللي تقع ضمن الصولة من مدينة بغداد، تم حصول موافقة وزارة التجارة ليتم التسويق إلى سايلو خنظاري. عملية تسويق الحنطة تبدأ من الحقول نحو السايلوات، إلا أن الشاحنات التي تحمل الحنطة تعاني من تأخير في التفريغ بحسب المزارعين المرافقين لها. السايلوات ازدحام يعني ما يطاق، أنه الفلاح يروح ينتظر 5 أيام 6 أيام، وهذا تدري عليه كله أجور إضافي، يعني أبو اللوري من يحمل يحسب عليك وقت. فيا حبذا المسؤولين سواء بالفلوجة أو بالأنبار أنه يعني مشكلة السايلوات يحلوا لنا إياها، يعني هذا الازدحام هم يعني فد آلية تسرع شوي استلام ويطمئنون المواطن باستلام المبالغ. اشتعال الحقول في محافظات أخرى دعا مزارعين في الفلوجة إلى مراقبة حقولهم التي تنتظر الحصاد وتهيئة المستلزمات الضرورية لمواجهة الحرائق وبالتنسيق مع مراكز الدفاع المدني. كلها ما تشوله فلوسها اللي قدام، هاي فلوسها ما تشوله لابو الكيمياوي لابو الكراب لابو السجي، يعني هاي تدري، وللغاز هذا اللي قدام يحسب عود تاي يفك يقوم يفك دياناته، وإذا سامح الله هذا الحقل واشتعلت به نار شي يطفي. المناطق الزراعية المحيطة في الفلوجة تشهد حصادا مبكرا لمحصول الحنطة، وفي الوقت الذي تتواجد فيه الحاصدة هنا مناطق زراعية أخرى تتم مراقبتها وحراستها من قبل أهلها كي لا تحترق بفعل فاعل أو بحادث عرضي. لقناة الفلوجة، سلام خالد.
في الأنبار، ألقت شرطة المحافظة القبض على تاجر ومروج للمخدرات بحوزته آلاف الحبوب المخدرة. وقالت الشرطة أن العملية جاءت على خلفية ورود معلومات أفادت بوجود شخص يقوم بتهريب الحبوب المخدرة بتاكسي أجرة من منفذ طربيل باتجاه مدينة الرمادي. وأضافت أن كمينا نصب للمتهم في منطقة 7 كيلو عند المدخل الغربي لمدينة الرمادي، وكانت بحوزته 12,000 حبة مخدرة. أعلنت وزارة الداخلية اعتقال شخص ينتحل صفة ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة نينوى. وذكرت الوزارة أن اعتقال الشخص جاء بعد ورود معلومات عن أشخاص ينتحلون صفة مفرزة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب في نينوى، وأحدهم ضابط برتبة نقيب. وأضافت الوزارة في بيان لها أن المفرزة كانت تبتز المواطنين من خلال أخذ إتاوات من التجار في مدينة الموصل. كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن قرب إعادة الوجبة الثانية من شرطة محافظة نينوى المفصولين إلى الخدمة. وقال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية والنائب عن محافظة نينوى نايف الشمري في بيان إن الوجبة الثانية من المفصولين من شرطة نينوى والتي تضم 4,500 شرطي سيتم إعادتهم إلى الخدمة في سلك الشرطة خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف الشمري أن المفسوخ عقودهم من منتسبي وزارة الدفاع فقد تم تشكيل لجنة في رئاسة الوزراء بشأنهم، وسيتم إعداد توصيات من قبل اللجنة وعرضها على رئيس الوزراء. على أثر الخروقات الأمنية التي تحدث بين الحين والآخر على يد تنظيم داعش، يطالب مسؤولون في محافظة نينوى بإعادة المفصولين من الداخلية والدفاع إلى الخدمة من أجل تعويض النقص في عدد القوات الأمنية على الأرض. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. تفتقد محافظة نينوى المستمرة في صراعها مع تنظيم داعش الإرهابي إلى العدد الكافي من القوات الأمنية لتغطية مساحات شاسعة من المحافظة ينطلق منها التنظيم لمهاجمة المدن والقرى. ومع تزايد جرائم التنظيم بحق المدنيين واضطراب الوضع الأمني في عدد كبير من القرى التي يبلغ عددها 7,000 قرية محيطة بمدينة الموصل، اضطرت قبائل كشمر والجغايفة والجبور إلى تسليح أبنائها لصد هجمات خلايا داعش الذي يهدف لكسر المدنيين في تلك المناطق وأخضاعهم لسيطرة التنظيم. على الحكومة العراقية أن يكون لها دور كبير في عادة المنتسبين المفصولين من الشرطة والجيش وأن يشاركوا في مسك الملف الأمني في محافظة نينوى. هناك نقص كبير اليوم في القطاعات العسكرية وفي الشرطة المحلية في محافظة نينوى. أعتقد أصبح من الضرورة لحفظ الأمن في محافظة نينوى هو عادة المنتسبين المفصولين. يفضل المسؤولون في نينوى وكذلك مواطنوها خيار إعادة أبناء المحافظة من منتسبي الشرطة والجيش المفصولين إلى الخدمة وتخصيص مهمتهم على إنهاء الوجود الخفي للتنظيم في القرى والمناطق النائية. ختام هذه النشرة وتذكير بالعناوين. عبد المهدي وصفوة كابينته الاقتصادية في زيارة استثنائية إلى الكويت. الأمم المتحدة تنتقد تأخر تشكيل الحكومة وتحذر من فوضى السلاح. البنتاغون والخارجية والكونغرس يناقشون خيارات واشنطن لردع طهران. العراق حبل شد بين واشنطن وطهران وساحة مواتية لتسوية عسكرية. الجد تي في للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب. في أمان الله، إلى اللقاء.